حالك الصخاء هي صماء وما فيها بصار نصح القوم فلم يستمعوا بالجبين جاء ذاك الحجار فأسالت دم من جبهته حاجب الرؤيا عليها والنظار رافع الثوب لكي يمسح من عينه الدم وقد طال الأثار طال صدر طالما قد شمه عنوة في نحره خير البشار طال صدر طالما قد شمه عنوة في نحره خير البشار فأتاه السهم في اللب وقد شقه شقا وفي الظهر استقار وهوى من سرجه صبط الهدى وإمامه على الدرب اعتفر وإمامه على الدرب اعتفر وحسينا بان صدر طالما قد شمه عنوة في نحره خير البشار فأتاه السهم في اللب وقد شقه شقا وفي الظهر استقار وهوى من سرجه صبط الهدى وإمامه على الدرب اعتفار وتعالى الصوت في عاشرهم كبروا يا قوم قد جاء الخبر حيث أعياه نزف الدمع النزع الشعار من قفاه انتزع الأسهم بالكف المصاب وأتى المر وقد مرغ بالسرج دماغ ومضى يصل للخيمات يدعو بانتحابي أين خلفت حسينا هل بقى بين الحراب فمضت تبحثن عن مصرعه بين الضحايا وإذا ينظرن قد أقبل بالسيف الضباب رفس الحسين ذلك اللعين وأتت زينب ترجوه وهو لا يبالي داس بالنعال صدره الطاهر والشمر تربى فاسقني بقطرة لا أموت حسرا وغدا جد بيوم الحشر يشفى قال بل ستبقى ضامئا وتلقى قصة الموت ومن سيفه ستجرى وعلى قفاه آه لو تراه قد أكب السبط مولانا ليرفع شيبه المطهر حيث راح ينحر سيفه والرأس من مولاه Oh!
فلحمد صلى على محمد وآل محمد.